لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. أدعوك يا رب أدعوك في صمتي وفي نطقي وفي همسي بقلب دائم الخفقان أدعوك فاقبل دعوتي وارفع بها شأني لك في الفؤاد مهابة ومحبة يا من بحبك يستطيع من كثرة الأشجان من لي سواك يجيرني ويعيدني من عالم الأهواء والشيطان سدت بوجهي كل أبواب المنى سدت بوجهي كل أبواب المنى فأتيت بابك يا رب يا رب يا رب إني قد أتيتك فاقبل بعفوك توبة ندماني كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني فاليوم جئتك تائبا
العفو أهلا خالقي، فأنت أهل العفو والغفران، روحي لنورك، روحي لنورك يا إلهي، قد هفت وتشققت عطشا له أركاني، فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان، واجعله في وجه الخطايا ثابتا صلبا قويا ثابت الإيمان، وامنن بعفوك إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في إنساني. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله
أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم اجعل صيامي في هذا الشهر صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين. اللهم ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا رب، واعف عني يا رب. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آيات ذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه. اللهم جنبني فيه الهفوات، وجنبني فيه الآثام،
وارزقني دوام ذكرك بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة. اللهم واهدني فيه لرضوانك. اللهم واخذ بناصيتي إلى مرضاتك بمحبتك يا رب العالمين. يا من يجود على العباد بفضله، وإذا سألناه العفو لم نسأل سواه. يا عالما بالسر جئتك سائلا، يا رب جئتك سائلا، أملا أن يرفرف في الجوانح مرتجاه. يا من يجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك. يا رب ورحت أدق بابك مستجيرا معتذرا منتظرا رضاك. يا رب دعوتك يا مفرجا لكل كرب. يا رب دعوتك يا كاشفا لكل هم. يا رب دعوتك يا شافيا لكل مريض، ولست ترد مكروبا إذا دعاك. يا رب تبت إليك توبة نصوحة، فاقبلني بعفوك يا رب. يا رب يا من ترى غريقا في الدموع ولا يراك، يا مالك الملك أنت المستجار به، من ذا لائض بالباب ناداك. يا رب وقفت مسبحا بحمدك، وقفت مسبحا بكرمك، مشغولا بقربك، مشغولا بنجواك. يا رب أنا راض بما أنت ترضاه. يا رب أنا راض بما أنت ترضاه. فارض عنا يا رب، وارض عن أولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. يا خير من سئل ويا خير من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا،
وشهور باقي العام كم تتمهل. ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل. فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا هلا عفوت فما سواك سأسأل. رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي من قادم الأيام أم نتقابل. فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.